باب ما جاء في الذبح لغير الله ولم يكن من الشرك. لماذا؟ الذبح ينقسم الى ثلاثه اقسام وارتاح، لان بعض الناس يشكل عليه تقسيم الذبح الى قسم. الذبح انقسم الى ثلاثه اقسام وانتهى. ذبح لله هدي واضاحي وعقيقه وصدقه، وذبح لغير الله محبه وتعظيما، شرك اكبر، ذبح للجن اصحاب القبور. والثالث ذبح جامع. هذا الاخ من السودان جزاه الله خيرا يشتغل في السواقي يذبح على خلفان جزاه يصح يذبح يبيع، جاء يذبح، جاء ضيف مثلا يصح يذبح حتى ياكل هو ولاده يصح، لا اشكال. اذا الذبح ثلاثة اقسام، ذبح لله وذبح لغير الله محبه وتعظيما، شرك اكبر. باب ما جاء في الذبح لغير الله ولم يقل من الشرك. نعم.